سمع الحر ابن يزيد الرياح كلام ابي عبد الله الحسين واستغاثته اقبل على عمر بن سعد وقال له ابو قاتل انت هذا الرجل قال اي والله قتالا ايسر ان تسقط فيه الرؤوس. قال له المهاجر ابن عمرو قد تريد ان تحمل فسكت واخذته الرعده فارتاب المهاجر من هذا الحال وقال له لو قيل لي من اشجع اهل الكوفه لما عدوت فما هذا الذي اراه. فقال الحر اني اخير نفسي بين الجنه والنار. قول ابي عبد الله